أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية والأخير مستجدات الشركات والأعمال والبداية بأبرز العناوين. اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية أولى جلسات شهر رمضان المبارك. بنوك الخليج المركزية تلحق بالفيدرالي وترفع الفائدة ربع نقطة مئوية. النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية وخام برنت دون 77 دولارا للبرميل. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي في مؤشراتها. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل 35 مليون. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 2% فاصل 44 ليغلق عند مستوى 15625 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1% فاصل 36 عند مستوى 2765 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1% فاصل 63 عند مستوى 4106 نقاط. مع الصعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة بلغت 9% فاصل 95 عند 40 جنيها، يلي سهم شركة القاهرة للدواجن بنسبة بلغت 9% فاصل 16 ليغلق عند 4 جنيهات فاصل 29. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة إعمار مصر للتنمية بنسبة 7% فاصل 38 ليغلق عند جنيهين فاصل 91. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة زيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة بلغت 7% فاصل 42 عند جنيه فاصل 72. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق السوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة بلغت 0.56% عند مستوى 9550 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 24 مليون. من أصل 56 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة بينما انخفضت أسهم 31 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم أبو ظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 13% فاصل 13 ليغلق عند 0.18 درهم، بينما ارتفع سهم بالمز الرياضية بنسبة بلغت 3% عند 10 دراهم فاصل 30. أيضا أغلق سهم رأس الخيمة للدواجن مرتفعا بنسبة بلغت 1% فاصل 39 عند درهمين فاصل 19، بينما انخفض سهم شركة غذاء القابضة بنسبة بلغت 9% فاصل 95 عند 50 درهما فاصل 25. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.93% عند مستوى 3361 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 184 مليون درهم. من أصل 34 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات بينما انخفضت أسهم 21 شركة وبقيت 3 شركات على ثبات. أيضا ارتفع سهم مصرف السلام السودان بنسبة بلغت 5% فاصل 82 عند الدرهم فقط. أيضا ارتفع سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة بلغت 3% فاصل 80 ليغلق عند 0.95 درهم. ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة بلغت 2% فاصل 41 ليغلق عند درهم فاصل 27.
إنما أغلق السهم الوطني للتأمينات العامة منخفضا بنسبة بلغت 9.31 ليغلق عند الدرهمين 92. على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.51% عند مستوى 10403 نقاط، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.681 مليار ريال. جاء سهم شركة الكثيري القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 10% ليغلق عند 50.60 ريالا. تلا سهم شركة الوطنية للرعاية الطبية نسبة 9.95% عند 87.30 ريالا. أيضا ارتفع سهم شركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة بلغت 5.89% عند 23 ريالا. بينما تصدر سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 9.95% عند 13.40 ريالا. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة 0.30% عند مستوى 7812 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 32 مليون دينار. جاء سهم شركة جي اف اتش المالية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا نسبة 1.92% ليغلق عند 74.04 دينار. تلا سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة بلغت 1.74% ليغلق عند 0.75 دينار. أيضا تلا سهم شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 1.43% ليغلق عند 3.82 دنانير. بينما تصدر سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 3.54% عند 0.10 دنانير. على صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال، رفعت شركة الأسباغ الوطنية الإماراتية عرض الشراء المقدم للاستحواذ على أسهم باكين التابعة للحكومة المصرية من 34 جنيها للسهم الواحد إلى 36 جنيها. آيات العرض الجديد من الأسباغ بعد أيام قليلة من موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر عرض شركة إيجل كيميكالز صناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على 100% من أسهم شركة باكين بسعر 35 جنيها للسهم الواحد في صفقة تقدر بنحو 840 مليون جنيها. على جانب آخر، وقع المركزي الإماراتي اتفاقية مع شركتي كولد جي 42 وآر 3 لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية الدرهم الرقمية. تم اختيار الشركة الأولى لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم الشركة الثانية الخدمات التكنولوجية. من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف للعملة الرقمية في غضون 15 شهراً. إلى ذلك، أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق أبو ظبي للاكتتابات مذكرة تفاهم من أجل تطوير إطار عام للاكتتابات العامة الأولية. ويسهم الإطار العام للاكتتابات في زيادة عدد الطروحات العامة الأولية، تعميق أسواق المال المحلية، وتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني للدولة. وفي سياق آخر، لحقت البنوك المركزية في الخليج بالاحتياطية الفيدرالية الأمريكية في زيادة أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. قررت كل من الإمارات والسعودية وعمان والبحرين وأيضا قطر زيادة سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة أساس، ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطية الفيدرالي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعا رغم تصاعد المخاوف بشأن القطاع المصرفي مؤخرا.
ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية وتأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على أسواق المال، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ ريمون نبيل محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بك يا فندم أستاذ المشاهدين، ورمضان كريم على حضرتك وعلى المشاهدين وعلينا جميعا يا رب. يا رب. يعني بداية أستاذ ريمون، اللون الأخضر يسيطر على تعاملات البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع وسط أحجام تداول قليلة. نبدأ مع حضرتك من المؤشر الثلاثيني، ما تحليلك للأداء؟ يعني هنتكلم أول أحجام التداول مش هنعتبرها قليلة، لأن رمضان كريم حضرتك عارفة أن الجلسة يمكن الوقت بتاعها أقل من الأيام العادية. لكن خلينا نرجع شوية بأسبوع في الأحداث السابقة اللي حصلت. حصل هبوط عنيف للمؤشر من قرب مناطق 17000، وصل بينا عند 14.5. فمن الطبيعي جدا نشوف الارتداد اللي احنا شفناه خلال اخر 3 جلسات. النهارده يمكن قربنا من مناطق 15600، دي في حركه ارتداديه طبيعيه لاننا لسه على المدى المتوسط والمدى الطويل في اتجاه صاعد. لكن على المدى القصير انا ما زلت تحت تاثير الاتجاه الهابط، فبنعتبر اللي بيحصل ده ارتداد. هنغير وجهه نظرنا لو قدرنا نخترق مناطق 16000 الاسبوع المقبل، كده ممكن اقول ان التصحيح بدأ ينتهي واقدر استهدف تاني القمه السابقه عند 17700. دون ذلك انا معرض لاختبار مناطق ال 14900 وممكن 14600 لو ما قدرناش نخترق ال 16000 الاسبوع اللي هيبدأ يوم الاحد ان شاء الله. نعم، يعني حضرتك تقصد استاذ نبيل ان هي موجه تصحيحيه بعد اسبوع من التراجعات الكبيره. التراجعات العنيفه اللي حصلت بتأثير البنوك العالميه والمشاكل اللي حصلت في الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه القت بظلالها على السوق المصري بمبيعات اجانب. حصل البانيك اللي احنا شفناه الاسبوع السابق، احنا بنرتد بنكسب جزء من اللي خسرناه. عشان ناكد ان احنا انتهينا من التصحيح لازم اعدي منطقه 16000. نعم استاذ نبيل، هل هناك نوعا من التفاؤل خاصه في المؤشر الثلاثيني الايام القادمه؟ لحد كبير احنا شايفين انه حتى لو حصل تصحيح مره اخرى هو هيكون فرصه لتكوين مراكز المدى المتوسط. يعني مش هنقدر نقول ان هيكون تصحيح كبير او بنفس العنف اللي حصل قبل كده، لكن هنقدر نقول ان التصحيح المقبل هيكون فرصه تاني لاعاده تكوين مراكز. نعم، ننتقل للمؤشر 70 الذي اغلق مرتفعا، هل نتوقع استمرار صعود مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه خلال الفتره المقبله؟ خلينا نقول ان المؤشر 70 كان اضعف من المؤشر 30 خلال الصعود اللي حصل من يناير حتى قمه 17700، ما قدرش يكون بنفس وتيره الصعود. كان الصعود كله والاموال متوجهه الى الاسهم المكونه للمؤشر الرئيسي، علشان كده احنا بنقول هو قفل النهارده عند 2765 نقطه. انا شايف منطقه 2840 الى منطقه 2860 ممكن تعوق الصعود الاسبوع القادم، ممكن يكون عندها ظهور قوى بيعيه، فالى حد كبير ممكن نتحرك بطريقه عرضيه حتى منتصف ابريل ما بين 2860 كحد اقصى و 2450 كمنطقه دعم رئيسيه، الى ان يظهر قوه شويه جديده تستطيع اختراق المناطق دي. خاصة أن أستاذ ريمون، أو هل توافقني الرأي أيضا، هناك دعم من الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي إلى زي ما احنا بنقول تسهيل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة في عيدها؟ أكيد طبعا هو ده هيكون المفعول بتاعه أو هنقول مردوده هيكون خلال المدى المتوسط، لكن على المدى القصير يكون المردود الأثر على الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي لما حصل عليها من زخم تداول ومشتريات كبيرة جدا من السوق المصرية من شهر يناير إلى وقتنا هذا. صحيح أستاذ ريمون، رغم صعود السوق لا تزال الأسهم عند مستويات متدنية مقارنة بالشهر الماضي، ما رؤيتك للفترة المقبلة أيضا؟ حقيقي حضرتك ده سؤال متميز. احنا فعلا المؤشر وصل الى مناطق اعلى بكتير من مناطق الاسهم، يعني المقارنه في الارتداد مش عادله. الاسهم ما قدرتش تكتسب المؤشر اللي بالنسبه للمؤشر الرئيسي، ما قدرتش ترجع حتى 50% من الهبوط اللي احنا نزلنا منه، هي دوب رجعت ما بين 36-40%. فده عشان كده بيؤكد وجهه نظرنا ان لسه ما زلنا ما دخلتش احجام التداول اللي تقدر تخترق مناطق ال 16000 الا لو حصل بعض القرارات من البنك المركزي اللي ممكن نشوفها في الاجتماع المقبل. نعم، يعني في انتظار قرارات البنك المركزي وايضا توقعات او انباء بتحرير سعر الصرف. صحيح حقيقي، وفي فجوه حاليا في سعر الصرف، سعر الاسعار موجوده في البنك صحيح. المركزي والعقود الاجله، فاحنا لسه هنشوف هل هيحصل توفير سيوله فالعقود الاجله تبدا هي اللي تهبط عشان توصل لاسعار البنك المركزي، ولا العكس احنا اللي هنحرر سعر الصرف عشان يبقى فيه سعر متوازن. ده يمكن هيكشفه الاسبوع القادم في اجتماع البنك المركزي إن شاء الله. تابعنا قرار الفيدرالية رفع الفائدة، هل ترى القرار جاء متوافقا مع توقعات؟ وإذا ما تأثيره على أسواق المال العربية؟ هو يعني مش جديد إن يبقى فيه رفع فائدة من الفيدرالي الأمريكي ومعاه برنامج
هو يعني كان اعلن البرنامج بتاعه من اكتر من عام، وكان في المتوقع 25 نقطه، ما كانش اكتر من كده، فعشان كده ما شفناش عنصر في النزول في الاسواق يمكن هي بترتد دلوقتي. فما اعتقدش ان هو هيعمل ضغط على الاسواق بالطريقه، لكن اللي بيعمل ضغط حاليا في الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه الازمه اللي بدات تظهر في البنوك. احنا لسه ما حلناش صحيح. الازمه، هو يا دوب اللي بيحصل في بعض البنوك اللي حصل فيها الازمه هو موضوع المسكنات، لم نصل الى حل جذري. لو وصلنا لحل جذري هنقدر نقول ان الازمه الماليه اللي حصلت في بعض البنوك انتهت، لكن الى الان هو مجرد تفاوضات منتظرين الانتهاء منها سواء بالنجاح او استمرار الازمه، ده اللي هيكشف عنه اعتقد النص الاول من ابريل. طب هل تتفق معي استاذ ريمون ان الفيدرالي غض النظر يعني قليلا عن ازمه البنوك طبعا هو لو كان لمواجهه اعتبرها التضخم اكيد؟ ده حقيقي، لو كان اعتبرها في انها ازمه حقيقيه مش قادر يوصل لحل جذري فيها كنا ممكن نشوف رفع 50 نقطه فيها. صحيح. هل يتجه المركزي ايضا المصري لرفع الفائده الاجتماع المقبل ام لا؟ بنسبه 90% اعتقد ان هيكون في توجه لرفع الفائده، ودي للاسباب اللي اعلنها البنك المركزي. احنا عندنا تضخم وصل تقريبا 40% في فبراير بالمقارنه ب 32% في يناير. اعتقد ان احنا ممكن نتوجه من 1 ل 2% في الاجتماع المقبل لرفع الفائده. كمان عندنا حدث استحقاق الاوعيه الداخليه الموجوده في البنكي الاهلي وبنك مصر، 18% اللي كانت تم اصدارها في 21 مارس 2022. حاليا السيوله الموجوده دي بقى في اسعار تنافسيه بين البنوك، في بعض البنوك عندها اوعيه داخليه اعلى من البنك الاهلي وبنك مصر، فاحنا في انتظار ما يعني اللي هيحصل لو حصل رفع فايده. هل البنك الاهلي وبنك مصر هيصدروا اوعيه داخليه جديده، ولا الموضوع هيستمر على نفس الاسعار الموجوده في الوقت الراهن؟ نعم. اخيرا استاذ ريمون، ما رؤيه حضرتك لمستقبل اسعار الذهب على المدى القصير وايضا المتوسط؟ يعني خلينا نقول الذهب عالميا بيعكس اللي بيحصل في الاسواق، الذهب ما زال في عمليه صعود متتالي في اخر نعم. 3 اسابيع، قدر يتحرك من مناطق 1800 دولار وعدى ال 2000 دولار ودخل في تصحيح بسيط، وما زال متماسك قرب مناطق تقريبا فوق ال 1950 في الوقت الحالي. هو عنده مقاومه رئيسيه عند ال 2070، انا مش شايف ان هو يخترقها على الاقل على المدى القصير، يعني مش هنشوف اختراق ليها خلال الاسبوعين القادمين، لكن هو بيعكس الحاله او الازمه او ازمه الثقه اللي حصلت بعد هروب رؤوس الاموال من قطاع البنوك بعد الازمه اللي حصلت في اكثر من بنك. هل هيستمر ده الصعود اللي احنا فيه ولا لا؟ زي ما قلت لحضرتك هيرجع، هل هيحتوي الازمه ولا الازمه دي هتستمر بطريقه اكبر وهنشوف بنوك تانية بتظهر فيها بعض المشاكل الفتره الجايه. صحيح. بشكر حضرتك، وضحت النقطه. بشكرك استاذ ريمون نبيل محلل اسواق المال لمشاركتك معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط ارتفاع المعادن النفيسة. هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.51%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 76.30 دولار للبرميل الواحد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد ارتفاعها أمس نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة متأثرة ببيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية المفاجئ، فيما رجح مندوبون في مجموعة أوبك بلس إبقاء المنتجين على خطتهم لخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، رغم تراجع الأسعار في أعقاب اضطرابات القطاع المصرفي الأخيرة وفقا لما نقلته وكالة رويترز. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 1.61% عند 1980 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وبعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اقتراب توقفه مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وهو ما يجعل الأصول الآمنة رهانا أكثر جاذبية. على صعيد العملات الرقمية فقد هبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 2.1% لتغلق تحت مستوى 28 ألف دولار. تراجعت البيتكوين خلال تعاملات اليوم بعد تحقيق مكاسب بلغت 70% تقريبا هذا العام. ألا يزال خبراء الصناعة متفائلين بإمكانية وصول أكبر عملة مشفرة في العالم إلى مستويات جديدة رغم الحملات التنظيمية. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.